طب على ذكر بقى فكره القياس، انتوا استعنتوا زي ما كابتن هواند بتقول من شويه فعلا باختيارات حقيقي محترمه جدا، سواء في حاله فريد عثمان او في حاله رامي عاشور. انعكاس ده على الطلبه والطالبات، فكره المشاركه بالنجوم اللي بالحجم ده اللي ليهم شعبيه كبيره، انعكاساتها كانت عامله ازاي؟ تقدروا تقيسوا ازاي ان كانت الحمله دي او كانت التفصيله دي تحديدا من الحمله ناجحه؟ هي الحملات بتاعتنا طبعا معظمها على السوشيال ميديا، لان ده الوسيله اللي احنا عايزين، يعني دي الوسيله لينا ان احنا نوصل للطلاب وللشباب. فاحنا بنعمل فيديوهات حلوه، بنعمل يعني حملات على السوشيال ميديا، كامبينز على السوشيال ميديا، وبنشوف رد فعل الناس عامله ازاي. واحنا بنختار كمان الرياضيين دول على اساس ان احنا عارفين ان هم قدوه للشباب وان هم بيمثلوا قيم حلوه. ومثلا في حاله فريده عثمان احنا كنا مثلا حابين ان احنا كمان ندور على قدوه للبنات بالذات، مش بس للولاد في مصر. هي نموذج محترم ومشرف فعلا في الاطار ده. تمام. جميل. فاحنا بنعمل معاهم مثلا زي دلوقتي عملنا الفيديوهات مع فريده، وفي كل فيديو اتكلمنا على موضوع مختلف بيمثل جزء من المشروع بتاعنا. ويعني دي دورات المعلمين اللي احنا شايفين لها صور على الفيديو. صح، دي دورات، ده مكان برنامج لائق للحياه للاطفال للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. وبرضه هنشوف صور من تدريبات الرياضه اللي عملناها مع جامعه كولون من المانيا للتربيه الرياضيه، وهم بيعملوا ورش اسمها نبذ العنف من خلال الحصه الرياضيه. ده برضه مشروع يعني برنامج مهم قوي بالنسبه لنا.